بداية بس تنحط الأمور بنصابها، التيار الوطني الحر حمل هيدا الخطاب من 13 سنة، وكلام رئيس تيار الوطني الحر من يومين نهار السبت بالبترون كان واضح. نعم. نحن مسرورين بانضمام الباقين إلى هيدا الخطاب، وهيدا عم بيصير خطاب جامع. ونحن على طول كنا نقول من وقت الاحتلال السوري قبل ما بيظهر إلا بتلاقي إرادتين داخلية وخارجية، ونحن علينا على القليلة بالأول نكون هيدي الإرادة الداخلية الجامعة لعودة النازحين إلى أرضهم، لأن هيدا حقهم بأرضهم وكرامتهم بأرضهم، وهيدا حقنا نحن ما يشاركنا بأرضنا شعب تاني، وأكيد هيدا مصلح للمجتمع الدولي كله اللي خايف من موجات النزوح والهجرة الغير الشرعية وما إلى ذلك. وأيضا علينا العمل مع الأوروبيين يلي هن جيراننا الأقربين إذا بدك بالأول، على تغيير هيدي السياسة اللي هن منتهجينها، إنه هن منن قادرين، ألف مرة أكبر من لبنان أوروبا، هي 10 مليون كيلومتر مربع. نعم. ما قادرة تستوعب نص النازحين يلي استوعبهم لبنان، وبعم يعملوا سياسة، وهن حقهم يعملوا سياستهم اللي بيشوفوها بتأمن لهم أمنهم واستقرارهم. بس أنا إذا هيدي السياسة اللي هن عم يعملوها بتكون على حساب أمني واستقراري أنا، وعلى حساب وجودي كلبناني، أنا بدي أرفضها وبدي أشتغل معهم على إقناعهم بتغيير هيدي السياسة وبالوسائل المتاحة لإلي. فبالتالي هيدا موقف التيار الوطني الحر من زمان. موقف التيار الوطني الحر هو مصلحة أوروبا بتمويل السوريين في سوريا لعودتهم، وليس تمويلهم لبقائهم في لبنان. بقى هيدي الوين وين وين سيتويشن، إنه مصلحة للشعب السوري، مصلحة لإلنا، ومصلحة لأوروبا اللي عم تدفع أموال المكلفين الأوروبيين عم بيروحوا هدر وسودة، وعم بيعكروا له علاقاتها مع الشعب اللبناني يلي تقاسم هو وياها قيم إنسانية وحضارية كتير كبيرة وقديمة جدا. فبالتالي التيار الوطني الحر كان كتير مسرور بانضمام كل الأطراف يلي اليوم رجعوا على خطاب حملوا التيار بآخر 13 سنة. الموضوع هو إيه؟ اليوم أهلا وسهلا بالجميع، وهيدي مهمتنا كلنا وواجباتنا كلنا، وهي مسؤوليتنا كلنا كلبنانيين نشتغل لعودة السوريين. بس إيه؟ بلا مزيادات. ما فينا نبرر اليوم هيدي المزايدة، لن تبرر او لن تمحي الذاكره بالمواقف السابقه. عم نقول ما بدنا نطلع لورا، بس ما تزيد علي. بس بالمقابل هني كمان عم بيقولوا انكم انتم عم بتزيدوا، بالنهايه انتم طالعين من عهد 6 سنين، عهدكم، وهني عم بيقولوا لكم انه انتم لو فعليا بدكم تعملوا تحققوا هذه المعادله، مصلحه السوريين، مصلحه لبنان، ومصلحه اوروبا، كنتوا على القليل عملتوا خطوه عمليه خلال هذا العهد. عملنا خطوه عمليه، ردت 660,000 إذا بتتذكري، لما الحكومة مشيت مع رئيس الجمهورية. نحن بس بدنا نذكر لأن في هودي طلعوا، بس ما يمكن رجع ثلاث أرباعهم فات. أكيد رجعوا فاتوا بالفوضى بالحكومات اللي رجعت بوقت الانقلاب اللي سموه 17 تشرين واللي وما تأتى من وراء. إيه أكيد بالفلتين اللي حصل رجعوا فاتوا. بس إيه بعايام فخامة الرئيس عون نعمل خطوات عملية ردت فوق 660,000، وهيدي سجلات. نعم. الأمن العام موجودة. بس في أمر صغير بدنا نحكي، بس صحيح هلا بدنا نطلع لقدام، بس حتى ما خليها بس قبل ما تقطع. من 2011 بلشت الأزمة السورية، كل اللي كانوا عم ينتقدوا كانوا جزء من الأكترية النيابية اللي شكلت الحكومات من 2005 لل 2018. لل 2018 نحن كنا جزء من أقلية نيابية شاركت بالسلطة، وكان عندنا وزارات، أكيد كان في عندنا وزراء بالحكومات وأنا واحد منهم، بس نحن ما كنا الأكترية بهيدي الحكومات. بقى اللي بده كان جزء من الأكترية وبده ينتقدني إلي، حقيقة بكون عم يستخف بعقول اللبنانيين. بال 2018 لما خسروا الأكترية بهيدي الانتخابات، ما وصلوا لنص الماندال، ما وصلوا للمي ماندال، لنص الولاية،
وعملوا انقلاب وقالوا غير المود الشعبي ونزلنا عملنا انقلاب ب 17 تشرين 2019. فبالتالي فينا ناقش قد ما بدك الفترة السابقة. نحن اللي عم نقوله لقدام وجود البلد، وجودنا والكيان اللبناني مهدد باعتراف الجميع. منشان هيك اليوم بلا مزايدة، بلا مزايدة لتغطية أمور سابقة، خلينا نروح نشتغل كلنا سوا حتى نأمن عودة آمنة وكريمة للشعب السوري على أرضه، لأنه أكثر من 90% من الأراضي السورية باتت آمنة. صحيح. وهيدا يمكن بس بدنا الاتحاد الأوروبي يعترف بهذه المناطق. هيدا جزء مزبوط. وهيدا يمكن في الجزء البوزيتيف الوحيد الإيجابي الوحيد بكل اللي صار أخيرا بأوروبا، أنه بلش الحكي عن المناطق الآمنة داخل الأرض السورية، وهيدا بخلي أوروبا تلتزم ساعتها، ما بيعود فيها بس بيحكوا عن مناطق آمنة وبيرجعوا بيحكوا عن عودة طوعية، وبالتالي بعدنا بنفس بعدنا بنفس الدائرة وبعدهم عم بيجربوا يعملوا المصلحة اللي هن بيشوفوها. بس خلينا نرجع نشتغلوا سياسة. خلينا نرجع امبارح البطرك كمان قال هيدا الحكي. خلينا نرجع نأكد، العودة الطوعية هي أمر مرفوض، مبدأ العودة الطوعية. نعم. العودة ضرورية. نعم. العودة الكريمة والآمنة هيدي هي سياسة الدولة اللبنانية. لا مش طوعية، مش اللي ما بده يرجع فيما يرجع. نعم. لا، هيدي الأرض حق للبنانيين وليست حق لأي حدا تاني غير اللبنانيين.